السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اتكلمنا في زوز الفيديوهات اللي قبل هذم عن الشمعة وعرفتوا الحل متاعها كيفاش ان هي عملية فيزيائية 100%، وتكلمنا على احياء الذبابة وياسر سألوني قالوا لي كيفاش قتلت الذبانة. انا قلتها في الفيديو اما ما انتبهتوش، غرقتها في الماء وتنجم تستعمل طرق اخرى كما فما بعض المواد تنجم معناتها تدوخ بهم حيوان وتخليه ما عادش يتحرك ويظهر كأنه ميت. اذا هذه المسألة واضحة وبينة. في الحقيقة ياسر قالوا لي معناتها فك علينا من الفيديوهات متاع السحر، ولكن فما واحد اخرين زاد يطلبوا الفيديوهات هذه. هذاك علاش انا نحاول نختصر ونحاول باش نتكلم اقل شيء ممكن باش نفهم اللي راهو كل ما يتعلق بالسحر او ما يسمى بالامور غير طبيعية هي امور طبيعية وعندها تفسير، سواء عن طريق خدعة فهمت والا عن طريق امور كما قلنا فيزيائية ولا كيميائية ولا غيرها فهمت. ويبقى طبعا مسألة اللي يحكيه على مسألة ما يسمى علم الفلك والتنبؤ وغيرها، هذيك أمور طبعا نحكيه فيها في فيديو قادم. احنا نحاول في الفيديو هذه باش نحكيه على أمور متعددة فيما يخص السحر. وهنا قبل ما نبدأ نذكر مثلا تجربة أخرى من التجارب اللي معناتها معروفة عند العبيد اللي يعرفوا شيء طبيعي متاع السحر، يعني اللي هي مسألة زادة فيزيائية. مثلا في بعض الحالات انت مثلا تتجول سواء في المغرب او في بعض الدول او حتى في برامج تشوف اعمال سحرية، فما هناك خدع متاع كاميرا، فما هناك خدعة متاع صور، فما هناك خدعة، فما عدة انواع يعني فهمت. ومنها النوع متاع مثلا كما قلت لكم الفيزياء. مثلا في مراكش فهمت في جامع الفناه مثلا انا كنت نحط مثلا عظمه بيضاء بالعربيه بالتونسي نسميها عظمه، ونبدا نقرا عليها نقرا عليها نقرا عليها، وكل عظمه هذيك تبدا تطلع 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 في الهواء. العباد يقولوا هذا معناتها الجن هو اللي قاعد يطلع فيها، والحقيقه انه لا جن لا حد شيء. العظمه هذه يتم معناتها صنعها من قبل وتحضيرها، هي انك تنقب البيضه منها ومنها من جهتين وتفرخها من اللي فيها. لو تعرفوا كي حاجه تنقبها من جهتين يولي معناتها افراخها سهل، فهمت، تفرخها ثم تسكرها من جهه بنوع من الماده البيضاء فهمت كيما الكالكير فهمت، من اجل معناتها باش ما تظهرش اللي انت معناتها ماهيش بيضه ماهيش عظمه. ثم تمشي تاخذ ما يسمى بماء اندال تاع الصباح بكري، تعرفوا انتم الصباح بكري قبل ما تطلع الشمس تلقى في الاشجار ماء، الماء هذاك اللي موجود في الاشجار انت يعني تجبده فهمت بزريقه وتجمع منه كميه كبيره وتعاود تعبي العظمه بالماء هذا، ثم تسكر العظمه بكالكير من الجهه الاخرى بنفس الطريقه، من بعد تحط العظمه تلفها في حاجه سوداء على خاطر باش ما تفقدش ما يسمى معناتها باش ما يتبخرش هذاك الماء اللي موجود فيها، ثم تذهب الى مكان تكون فما الشمس وتحط هذيك العظمه في القاعه وتقعد تقرا عليها تقرا عليها تقرا عليها. في الحقيقه هذاك الماء اللي عبيته فيها هو عباره على اكسجين فهمت، وقت تضرب فيه الشمس يتحول الى اكسجين وتطلع العظمه خاطر هي خفيفه وفارغه فيها كان هذاك، تطلع كيما مثلا لامبوله ولا مثلا هذوك المونغولفيير اللي يطلعوا في الهواء بالهواء السخون. يعني هذاك الاكسجين يولي سخون يسخن ويتبخر يعني داخل العظمة، والعظمة تطلع بطريقة طبيعية جدا وتظهر كأنك أنت ما قاعد تقرأ عليها وكأنه فما جن قاعد يطلع فيها وهي لا فما لا جن لا شيء. هذه الطريقة. بالحقيقة طرق كثيرة جدا متاع الخداع، أنا مانيش بنحمل الفيديوهات متاعي الكل يخصوا هذه المسألة على خاطر مانيش باش نفهم فهمت. أنا اللي حبيت نأكد عليه أنك أي حاجة تشوفها حاول باش تبحث لها على تفسير، ما تحاولش تقول انها غير طبيعيه وانها لا فماش حاجه في الكون هذه غير طبيعيه. صحيح فما حاجه مازالت مبهمه في الكون واللي هي معناتها تو نخصص عليها الفيديو الاخير اللي هي على حسب تجربتي الشخصيه، هي مساله ما يسمى بالاحساس او مساله العقل
فهمت؟ والاتصال العقلي بين معناتها البشر بصفه عامه. هذه مثلا ولا واحد مثلا يقول لك انا حسيت حاجه باش توقع ووقعت، فهمت؟ والا مثلا واحد يقول لك انا مثلا تنبأت حاجه باش توقع، يعني والا يسرح، ولا مثلا واحد مات حسيته يحكي معايا. هذا الكل هذا جانب فيه، ما نقولش جانب من الحقيقه، وانما العلم، فهمت؟ يدخل هذا في مجال ما يسمى بعلم النفس، وفي علم يعني ما يسمى بالافكار وفهم الانسان. احنا توا في وقت ما عادش كيما قبل وقت نشوفوا حاجه ننبهر ونسجد ونصدق، لا، توا اي فينومين اي ظاهره غير طبيعيه نحاولوا باش نلقاو لها تفسير، فهمت؟ الغرب بريطانيا ولا فرنسا ولا المانيا، فهمت، عندها معاهد مختصه في المجال هذا، فهمت؟ وتعرفوا لي انتوما معناتها اللي علم النفس يعني تطور كثير، يعني في خاصة في 30 سنة هذه الأخرى، فهمت؟ مثل التنويم المغناطيسي وغيرها وغيرها وغيرها، اللي تبحث طبيعة الإنسان. وهذا ما نحبش نحكي فيه في الوقت الحاضر على خاطر ماهوش موضوعنا، أما باش نخلي آخر فيديو، خاطر هذه الحاجة اللي أنا نسميها غريبة ولكن عندها تفسير، أكيد عندها تفسير، حتى كان الإنسان ما وصلش تفسير ليها توا باش يوصل في المستقبل يفسرها ويفهمها. إذا هوني حبيت نتكلم في الفيديو هذي على أمور أخرى فيما يسمى مثلا السحر، ما يسمى بالمحبة أو بالقبول ولا بغيرها، فهمت؟ وقت كنت في 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 أكادير، فهمت، كنت معناتها فما واحد نقرأ عنده، فهمت، يعلم فيا في الأمور هذه، فهمت، وفي نفس الوقت فهمت نعمل بعض الأشياء اللي هو فهمت، هذا شيء طبيعي، فهمت. إنه مثلا نضرب لكم مثال، واحد الأشخاص جاه وطلب منه باش يعمل له حاجة للقبول، فهمت، بالطبع الشيخ هذا باش يعمل له حاجة للقبول، قال له جيب لي كيما نقولوا احنا زوز كيلو ولا ثلاثة كيلو متاع حلوة. جاب له الراجل زوز كيلو ثلاثة كيلو متاع حلوة، معناتها من المفروض اللي هو باش يقرأ عليهم، وهذا باش ياخذ الحلوى هذيك وباش يحطها في المحل نتاعو والمغازه نتاعو، يعني اللي تبيع معناتها كيما نقولوا في المغرب يقولوا معناتها البقاله، فهمت، كيما احنا عندنا العطار، فهمت، تبيع كل شيء، يولي عنده ياسر كليونات وتولي عنده ياسر عباد يجيوه يشرو من عنده. شعمل لي يا سيدي هذا الشيخ؟ لا قرا عليها لا شيء، طلب مني باش نحي الغلاف نتاع الحلوى الكل نحيته، من بعد عمل نوعا ما من الافيون على الحلوى بكميه قليله جدا، ثم طلب مني باش نرجع الحلوى في الكيرة نتاعها. الشخص هذا وقت حط الحلوى في المغازه نتاعو، الاولاد باش ياكلوا منها، وقت ياكلوا منهم ياكلوا من الحلوى هذه يوقع لهم نوعا ما كيما نقولوا احنا تعلق، يعني كيما المخدر في الحلوى هذه، فهمت؟ وتعرفوا انتوما اللي احنا في الدول نتاعنا العربيه اللي يمشي يقضي اكثر شيء اما الولاد الصغار، وديما الولاد الصغار يجبدوا بواتهم وامهاتهم باش يمشيوا يقضيوا. الشخص هذا يعني ولا الحانوت نتاعو تملى وتفرخ كيما نقول. علاش؟ على خاطر الولاد الصغار ولاو يمشيوا للحانوت هذيك باش ياكلوا كل الحلوى هذيك. الشخص نتاع مول الحانوت يسخايب اللي هذيك الحلوى قارين عليها، وهي لا قارين عليها لا حد شيء، وانما ما هي الا معناتها عمليه ديبوندون بالفرنسية، يعني واحد يولي معناتها متعلق بهذاك الشيء كيما المخدر، كيما مثلا بعض المواد موجودة مثلا حتى في المشروبات الغازية مثل مثلا الكوكا، فهمت، ولا واحد مثلا يولي ما ينجمش ما يشربش قهوة، كي ما يشربش قهوة راسو يوجعو، ولا لازم ما يشربش تاي ما ينجمش، فهمت، يعني نفس الشيء معناتها هذه نوع من أنواع الخداع الموجودة، فهمت، باش يردوا العبد معناتها معناتها مربوط بالشخص هذاك ومربوط بالمحل هذاك ومربوط معناتها معناتها يربطوه بالماده هذيك، ونلقاوها حتى راهو هذه يستعملوها حتى في الدعايات وبعض المواد وكل شيء، يعني هذا معناتها مساله طبيعيه بالطبع لا تشكل خطر كبير، فهمت، ولكن انا نسميها خطر على خاطر نسميها خدعه غير طبيعيه، وخدعه معناتها الانسان لو يكون اخلاقه باهيه ويكون انسان واضح ويكونوا عنده الكليونات نتاعو يجيوه على خاطر يحبوه افضل من يستعمل الطرق هذه. فما طرق اخرى، الطرق كثيره، فهمت، مثلا على مساله مثلا طرق الحب، فهمت،
الحب. احنا نعرف ان احنا كبشر بصفة عامة معناتها نعتبره من الحيوانات اللي طورنا العقل وطورنا الكلام، فهمت؟ الحيوانات وقت تتكلم مع بعضها ما تتكلمش بلغة الحروف ولغة الكلمات، وإنما تتعامل بلغة أخرى، وأكثر شيء نلقاها عند الحيوانات هي لغة الشم. تعرفوا أنتم لو شفتوا معناتها في المناطق بتاعكم أن الكلاب الكلبة يكون عندها في وقت الإنجاب بتاعها، يعني اللي هي معناتها قابلة باش تولد أو باش تتلقح، تطلق نوع من الرائحة اللي الكلاب الكل يشموها، وتلقى ياسر كلاب دايرين بها، وهذا يوقع لكل الحيوانات، فهمت؟ إذا فما نوع من الروائح، فهمت، اللي فينا احنا، فهمت، سواء في عرقنا، سواء حتى في المني نتاعنا، أو حتى في، فهمت، ما يسمى ماء، فهمت، الماء اللي عند المرأة، فهمت، موجودين روائح خاصة تخلي الإنسان معناتها تثير غريزته الجنسية. وقت نمشي مثلا في بعض المحلات نتاع ما يسمى سكس شوب في أوروبا، تدخل لهم تلقى نوع من الزيوت أو نوع من المواد عندما تستعملها تخلي الإنسان يقترب ليك ويشتهيك جنسيا، فهمت؟ راه في الحقيقة الغرب درس هذه الأمور الكل وطورها، وشاف اللي ينفع منها ينفع، واللي ما ينفعش منها خليها على شيرة واستعملها من أجل مصالحه، فهمت؟ مثلا وقت مثلا السحار اللي تمشي له يقول لك جيب لي عرق نتاع الراجل اللي تحب يحبك، ولا جيب لي شويه من الماني نتاعو، ولا جيب الماء نتاعك انت، فهمت، ولا اي حاجه من الامور هذيك، هو في الحقيقه شنو يعمل؟ مثلا ياخذ مثلا، كيفاش يقول لك كيفاش تجيب له الماء؟ يقول لك خذ طبع سكر وحطه في الفرج نتاعك حتى لين يمتص هذاك الماء، اربع خمس طبع سكر وجيبهم لي، وانا تنعمل لك حاجه الشخص هذاك يولي يحبك. هو في الحقيقة ياخذ هذاك الشيء، وفما كما نقول احنا نوع من انواع الغسات، ما يسمى بالعربي يعني كما نوع من باش نجيبش نحضروا ماكلة، فهمت، يخدم بها بالسكر هذيك، بالسكر اللي فيه الريحة متاع المرأة هذية، يخدم به حاجة تتاكل، فهمت، والمراه هذيك تعطيها للرجل هذيك مده طويله، شهر شهرين ثلاثه، فهمت، تعطيه ياكل هذاك الشيء حتى تتكون عنده في الداخل نتاعو، يولي يحن للريحه هذيك، وقت يشم ريحه المراه هذيك يشتهيها، فهمت، وما يشتهيش غيرها، فيوقع نوعا ما نوع من الديبوندون، نوع من معناتها تعود، الانسان يتعود على هذاك الشخص، فهمت، وهذا مش تمشي 100%، فهمت، اما معناتها على حسب التقريب وعلى قد ما الانسان يكون ما يخدمش مخه، ويكون عنده كما نقولوا احنا الطبيعه الحيوانيه، على قد ما هذه الامور نتاع السحر تمشي. هذاك علاش وقت تمشي للسحار يقول لك جيب لي معناتها عرقه، جيب لي شعره، جيب له درا شنو، فما مثلا اشياء، فهمت، بيولوجيه طبيعيه احنا صحيح فقدناها كبشر، اما معناتها تعلمنا نتكلم وتعلمنا كل شيء، لكن مازالت موجود معناتها فينا، فما ياسر عباد على قد ما الانسان يكون بسيط عقليا، يعني ما نتصورش هذه الطريقه تجربها على انسان توكله من الصباح لليل ويخدم في مخه وعنده كيما نقولوا عقل مفكر، فهمت، انه باش يتاثر بهذه الاشياء او باش يوقع في هذا الفخ نتاع ما يسمى حروزات الحب وكل شيء. وفما جانب اخر زي ما تنساش اللي الاراده نتاع الانسان هي مهمه، يعني الانسان الاراده نتاعو وقت يحب حاجه، فهمت، يعملها ينجم يوصل لها، فهمت، كي تحب انت طفله يعني يمكن توصل لها، فهمت، ولكن وقت تمشي ما يسمى للسحار هو يعطيك نوعا ما، حتى يكتب لك مثلا، يجي يقول لك يكتب لك المربع هكا اسمك واسم امك وكذا، ويبدا يخلوض وكذا ويقرا عليها وحاس ماس وعنتر باللي نباس، وفهمت، وغيرها، وكل الكلام هذاك نتاعهم كل اللي ما عنده حتى معنى، اللي هو عباره على باش يلعب لك بمخك ويخليك تصدق وتؤمن ايمان قوي اللي هو قد لك حاجه. هذاك الايمان او ما يسمى هذاك الايحاء اللي يحطه لك في مخك يخليك انت تتصرف بطريقه اللي الشخص الاخر يولي يحبك، فهمت، على خاطرك انت تولي واثق من روحك. اذا المساله مش مساله صحار، ما عندها حتى شيء دخل بالسحار، يعني تنجم انت في عود تقعد تخسر في فلوسك وتمشي للسحار باش يكتب لك حرز، فهمت، ولا باش يعطيك حاجه باش تبخرها ولا غيرها، ولا مثلا اشياء مثلا تاع بخور، فما بخور مثلا وقت تعملو يوجعك راسك، فما بخور كي تعملو يردك فرحان،
فما بخور كي تعملوا مثلا يعمل لك معناتها نشوه، ولو تقراوا معناتها على الشمان وللمواد اللي يستعملوها تفهموا ياسر حاجات. فهمت كيما فما حاجات وقتها تاكلها ولا تعملها ولا تشمها، فهمت، تردك تتصور حاجات وتشوف حاجات كيما الشراب وقت نشربوا ونسكروا، فهمت، نحسوا رواحنا في نفسيه معناتها غير طبيعيه، انها نجموا نشوفوا حاجات ونتصوروا حاجات وتنحى يتحمى عنا كل عقد نتاعنا الداخليه. مع الانسان ساعات كي يبدا حشام كي يشرب ولا ما عادش حشام ولا تتكيف جوا، نفس الشيء هذا كل تاثير الماده هذا كل طبيعي. لو نجيو ندرسوه دراسه علميه نلقاو عنده معنى، فهمت، ماهوش يجي هكاكا، ماهوش حاجه معناتها ما عندهاش تفسير، فهمت. وفما جوانب كيما قلت لك كيما قلت لكم يعني اشياء فيزيائيه واشياء كيميائيه واشياء نفسيه، فهمت، يعني كي انت تحب حاجه توصل لها تنجم توصل لها، اذا لماذا تستعمل هذه الاساليب؟ يعني انت باش تكسب ثقه في نفسك اثق، معناتها اثق في روحك انت، فهمت، علاش محتاج لك سحار باش تمشي له باش يكتب لك حرز؟ انت عندك حانوت تحب العباد يجيوك وتولي واحد، انت طور روحك وحسن روحك وما تغشش وما تعملش الحاجات الخايبه وكون معناتها بشوش. فهمت، ساعات انا وحود يسالوني يقولوا لي معناتها في تونس ولا في الجزائر وكل شيء، فهمت، يقولوا لي المغاربه سحاره، انا نرجع عليهم كلمه واحده، بي فما السحر في المغرب سي فغي، صحيح موجود السحر، موجود في كل دوله وفي السودان وفي كل شيء، ولكن انا نقول لهم راهو، فهمت، السحر الحقيقي هو بالافعال وبالكلمه الحلوه، فهمت، مش السحر بكتاب تكتبه ولا ببخور تعمله ولا بشمعه تشعلها ولا هذه كل حكايه فارغه، هذيك الكل عاملينها كيما ديكور من اجل يعطيك ثقه في روحك باش تنجم توصل لهذاك الشخص، والا مثلا تستعمل كيما قلت لكم نوع من التاكل اللي توكلوا للشخص، واللي صار في بعض الاشياء ربما انا طلعت على بعض انواع نتاع التاكل يعني اللي نجم يقتل، فهمت، ينجم يقتل كيما رصاص، كيما استعمل الرصاص، فهمت، يعني معناتها وحده تجي للسحار تقول له نحب مثلا نهب الراجلي ولا نحب نخرجه من عقله ولا نحب نقتله، فهمت، يجي يعطيها 10 ولا 20 دبوزة ماء، معناتها كل ما يحب يطيب التاي ولا يطيب طيب قهوة طيب له كذلك، وهو كل ما هذاك قبل حطه في قدر كبير وحط فيه كمية من الرصاص ورجع الماء هذاك فيه كمية كبيرة من الرصاص اللي بطريقة انه طلع الرصاص، احنا نعرفوا الرصاص معناتها موجود احنا في بدننا موجود كيما فما الحديد فما الرصاص فما كل شيء، والرصاص معناتها تطلعه للانسان يعني يصاب في مخه، فهمت، يتصاب في مخه ينجم يولي عنده كيما نقولوا احنا الذاكره تنقص نتاعو، ينجم حتى يقبل، ينجم حتى ينسى يفقد الذاكره، فهمت، لو ترجعوا معناتها الاطباء يفهموا في الامور هذيا، معناتها كيما السكر وقت يطيح ولا الملح وقت يطلع ولا يهبط، فهمت، تاثر على بدن الانسان وتخليه الانسان يعيش في حاله غير طبيعيه، نفس الشيء فما سموم تستعمل في السحر، وقت مثلا تمشي لسحار باش تهب الراجل راهو استعمل لك سموم ولا باش تقتله بطريقه سكته دماغيه ولا اي حاجه اخرى، فهمت، فما اشياء في الطبيعه فهمت موجوده كان تاكلها ولا تستعملها خاصه معناتها كي تستعملها مده طويله يمكن ان تهلكك جسديا، فما انواع من السحر، فهمت، يجي مثلا واحد باش ينتقم من وحده ولا وحده باش تنتقم من واحد توكل لصاحبها ولا بشي، فهمت، ترد تفقد له الشهيه ولا ترد يضعف والا فتعمل له اي حاجه، فهمت هذاك علاش؟ معناتها مانيش نخوف فيكم، اما معناتها العباد هذوما واحد معناتها لازم يحتاط يحتاط منهم، راهي الماكله مثلا وقت ناكلوا انت جرب روحك حتى الماكله وقت ناكلوا حاجه فيها الغاز ياسر نتقلق نبدا نحلم الليل كامل كيما ناكلوا اللوبيا ياسر ولا ناكل الحمص، فهمت، يبدا ناقص ثياب ولا حاجه، يعني هذه الامور كل طبيعيه. هنا اللي حبيت نقوله، فهمت، اللي السحر الكل راهو خداع في خداع في خداع، ما عنده حتى شيء من الواقع ومن الحقيقه، يعني عندما نقول خداع مش يعني خداع معناتها هكاكا، لا، فما معناتها مواد فيزيائيه، فما مواد كيميائيه، فما مواد نفسيه تاثر
على عملية سحر. إذا أنا العباد اللي معناتها ياسر تو مثلا عباد تلقاه ملحد تلقاه مازال يؤمن بالسحر. باهي السحر موجود بالفعل، هذا حاجة موجودة ما نجموش ننكروها، ولكن هل هو وراه قوة غير طبيعية؟ لا، ليس وراه قوة غير طبيعية. فهمت؟ فما ياسر أسرار في الكون مازال الإنسان ما وصل لهاش. أنا نعترف بهذا الشيء. فهمت؟ وعلى حسب تجربتي وفي الفيديو الأخر فهمت؟ تو نحكيو على المسألة هذه، الأشياء اللي أنا نشوفها مازال البشر ما وصل لهاش. فهمت؟ مازال البشر ما نجمش يسيطر عليها وفهمها وعرف الميكانيزم نتاعها كيفاش تخدم. فهمت؟ ولكن كل هذه ما يسمى سحر والقبول واكتب كذا، ولا مثلا يجي يقول لك نحب مثلا ما نعرفش فهمت نحلم حلمه، يجي يقول لك عاود الكلمه هذه كذا 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 تحلم فلان الفلاني ولا تحلم شيء طبيعي. هذه مساله ايحائيه. انت وقت تفكر في حاجه هذه هي المساله، هذه هي المساله، وهذا موضوع الفيديو نتاعنا الاخر، هي قوه الفكره. راهي الفكره، انا صار انا ملحد 100%، ولكن نؤمن ان الفكره مهمه جدا. انا نؤمن ان الفكره اهم من الماده بحد ذاتها. فهمت؟ الفكره عندها تاثير قوي جدا. فهمت؟ ماهيش معناتها حاجه مازال ما فهمناش شنو هي الفكره. هل الفكره نتيجه الماده؟ هل الفكره مستقله عن الماده؟ هل الفكره فهمت تصدر الا من الماده، وعندما تنتهي الماده تنتهي الفكره؟ فهمت؟ يعني احتمالات كثيره. والا هل الماده بحد ذاتها فكره؟ وتنجيو نشوفوا نلقاو اللي فما اربع حاجات، يا اما الفكره موجوده وكل ما هو مادي مش موجود. فهمت؟ يعني الفكره هي الاصل والباقي كله مش موجود، ما هي الا تخيلات. فهمت؟ يا اما ان الفكره صادره من الماده ومرتبطه بالماده، عندما تنتهي الماده تنتهي الفكره. فهمت؟ هذا افتراض معناتها ثاني معروف. فهمت؟ يا اما فهمت ان الفكره هذه معناتها الفكره شيء مستقل عن الماده وتختلط مع الماده، وعندما يذهب الماده الفكره تبقى. هذا الافتراض الثالث. اما الافتراض الرابع هو ان الفكره معناتها هي بيدها ماده كالماده بالضبط، يعني نجم نحلوها ونجم ندرسوها كالماده، ولكن لم تصل الينا المواد لكي ندرسها. هذا هو الموضوع اللي باش نحكيو فيه معناتها في الفيديو الاخر. فهمت؟ اذا هوني يعني كل ما هذه معناتها كما قلت لكم، يعني اللي وقت تمشي للهند تلقى الساحر عنده معناتها كل الاشياء اللي يعملها، اللبسه نتاعو، الواحد نتاعو، يعني المظهر نتاعو، البلاصه نتاعو، معناتها تتماشى مع معتقد تلك المنطقه. عند اليهودي تلقاه معتقد يهودي، يقول لك مثلا بالكتاب المقدس نتاعهم، المسيح يقول لك بالكتاب المقدس نتاعهم، الهندوك يقول لك بالكتاب المقدس نتاعهم، المسلم يقول لك القران. فهمت؟ علاش؟ على خاطر ياخذوا الحاجه اللي عندها تاثير نفسي قوي على الفرد اللي جاء يحب فهمت يعمل عمل سحري مهما كان. فهمت؟ يعني هذاك الشيء مثلا تجي يقول لك مثلا قرا قران، قرا قران عليه وفهمت وبش ينحي له التابعه وبش ينحي له درش نوه وبش ينحي له حكايه الفارغه، هذيك كلها مسائل نفسيه، لان الشخص يؤمن بان هذاك القران او هذاك الانجيل او هذاك التوراه ولا هذاك الكتاب المقدس عنده قيمه فهمت يعني الهيه وربانيه قويه تخلي الانسان يتاثر تاثير كبير بالمساله هذيك. فهمت؟ يعني يتاثر ويتبدل معناتها، لكن المساله الكل ترجع لي هو. فهمت؟ انسان واعي، انسان مثقف، انسان يفكر، انسان معناتها منطقي، فهمت؟ ما يتاثرش بالامور هذه. انا مثلا ننصح به هو الانتباه، انك عندما تخالط المناطق اللي تؤمن بالامور هذه واللي تستعمل التاكل وكل شيء، واحد ما ياكلش من اي جهه، خاطر يمكن تاكل حاجه يمكن تقتلك، يمكن تهلكك في صحتك، يمكن تصيب لك بمرض معين، يمكن تعمل لك حاجه، لازم تنتبه شنو تاكل وشنو ما تاكلش. هذا اللي تخاف منه. اما هذيك معناتها يقول لك ارمي لك حاجه في الطريق، ولا علق لك حاجه في شجره، ولا علق لك ارمي لك حاجه في ماء، ولا حطه لك في جبانه منسيه، ولا عمل لك الحاجه بيد ميت، وكل هذيك حكايه فارغه. على خاطر كي تجي تشوف معناتها، وانا هذه قلتها المساله، متصور قلتها،
اللي السحارة بصفة عامة فهمت يعتمدوا على نسبة نجاح. فهمت هو كي هو كي يقول حاجة ولا يعمل حرز. أنا نجي مثلا تقول لي أنت مثلا عمل لي حرز بتاع المحبة، حرز كتابة فهمت، مش تاكل ولا حاجة فهمت. أنا عندي الكتابة بتاعي، نجي نعمل لك المربع ونحط لك اسمك واسم أمك ونكتب لك منا ونجمة وحالة والأمور هذيك الكل على حسب المعتقد بتاعك، ونلفه لك ونرتبه لك وكل شيء، ونقول لك هدايا هزوا حطوا في البلاصة الفلانية، ولا علقوا في شجرة رمان، ولا حطوا تحت الماء، ولا حطوا في قبر مدفون ولا غيرها، وكل هذه مسألة مربوطة ببعضها فهمت. أنا مثلا وقت كنت نخدم مثلا ساعات نطلب منه حاجة مش معقولة، كما مثلا تجي تقول له جيب لي فارتين فهمت، ولا جيب لي مادة اسم معين مش موجود أصلا. المرأة ولا الراجل اللي يجيني يمشي يقلب في كل العطار اللي يبيعوا الأشياء هذه وما يلقاوهاش، أنا وقتها نقول لهم امشيوا لفلان الفلاني، وأنا فلان الفلاني هذاك متفاهم معاه فهمت، متفاهم معاه، ونقول له أنت مثلا نحبك وقت يجيك واحد من طرفي أنا فهمت يقول لك أعطيني فاريتين، قل له باهي هات ونشوف، وبعد جمعتي نرجع لي وبعد شهر رجع لي، وهو لا فاري تيم ولا شيء، ولا يقول لك مثلا فهمت مثلا غراب رجليه بيضة ولا جناح ابيض وجناح اكحل وحكايه هذوك ما فهمت، ويبيعوا لها بالغلاء، يعني نربح انا العطار ونربح انا ويقسم معايا فهمت. كلها تجاره وكل الهدف نتاعها هو المسخره والضحك على ذقون الناس البسطاء اللي يفركسوا، هما في الحقيقة بسطاء ولكن في الحقيقة يفركسوا على الحاجة السهلة فهمت، يفركسوا على الحاجة السهلة، والحاجة معناتها اللي معناتها في عوض هو يكون عنده العزيمة باش يعمل الحاجة، لا يمشي لك للسحار ولا يمشي لك الفلان ولا يمشي لك الفلان، وساعات في معبيت يخسروا فلوس يخسروا فهمت من اجل هذيك الامور. وهنا نرجع للنقطه هذه مهمه، انا صحار انا مثلا وقت نجي كما قلت لكم نكتب كتاب، انا وقت نكتب 10 كتب مثلا 10 حروزات فهمت مثلا تاع حب، تي انا كي يشدوا لي 3 ولا 4 ولا 5 فهمت مثلا ولا حتى واحد، هذاك هو اللي يحب الاخر، هاي ولا تحب واي فهمت، على خاطر هو كسب الثقه في روحه ومعايا حرز وكذا وكذا وكذا، ولا حطهولها في بلاصه ظروف وكذا فهمت، ولا تحب انا هذاك الشخص كسبته وهو باش يتكلم باش يجيب لي 10 اخرين، على خاطر طبيعه الانسان وقتها انت تقول له على حاجه وكل حاجه توقع يتذكرها، يقول اه فلان قال لي فلان عمل لي انا، ولا تحبني خاطر فلان عمل لي، يجي يمشي يحكي لعباد اخرين وهذاك يولي عنده ياسر عباد تجي فهمت ويكسب كليونات، بينما العبد اللي ما وقعتش الحكايه هذيك ينسى فهمت، ما عادش يتذكر هذيك الامور. وعلى قد ما الشخص يبدا معروف فهمت، على قد ما الشخص يبدا معروف على قد ما يعني يوليو معناتها العباد يتاثروا به فهمت. انا من بعض الاحيان نبدا قاعده كي تجيني وحده مثلا نضرب لك مثال مثلا، او اي وحده ساعه تجي، اي وحده تجي ديما تحكي لك على روحها وتحكي لك على اللي حولها، على عائلتها، على حومتها، على المدينه نتاعها وكل شيء، وساعات فما واحد من عائلتها ولا حتى من فهمت من الاقارب نتاعها ولا حتى من المدينه نتاعها يجي وهي حكيت لي عليه فهمت. مثلا مره وقعت لي فهمت واحده مثلا من تسكن بحذا المرشين تاع التشيره في بحذا انسكان في اكادير فهمت، تسكن بحذا المرشي في الزنقه، فما زنقه تسكن في الزنقه هذيك فهمت. جيت بحذايا حكيت معاها كذا 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 كذا، قالت لي راهي فما وحده اسمها زينب فهمت عايبه شويه في ساقها وعينها مضروبه فهمت. انا معناتها سمعت الحكايه دي، بعد فتره جاتني امراه قلت لها فين تسكن، قالت لي نسكن بحذا المرشي تاع التشيرة، وزرت لها نلقاها ساقها مضروبه وعينها، يا اخي عملت روحي زعما نغتنم الفرصه قلت لها انت زينب اسمك زينب فهمت، قالت لي كيفاش عرفت، قلت لها تو الجنون قالوا لي في وضني فهمت، هو الجنون لحد شيء، وانا عندي عبيد ولاد صغار يلعبوا ويدوا في الشارع، ساعات يبداو باش يسالوا مثلا ولا حاجه
العبيد يبداو جايين عند السحار يبداو يحكيو مع بعضهم ساعات ديما يجوا بالزوز ولا وقت يقعدوا يستناو فهمت وقت يقعدوا يستناو يبداو يحكيو فما وحول ولاد صغار يسمعوا هذاك الشيء وعندهم باب داخل يجوني من تاني يقولوا لي راهي المراه هذيك اسمها كذا اسمها كذا اسمها كذا فهمت راهو الانسان ما ينتبهش انا وقعت قداش من مره مثلا مره في انسجام متعدي وحده مع وحده اخرى مثلا قاتلها يا خديجه كي نمشي وانا وقتها معناتها عندي نصبه نتاع خضره في انسجام فهمت رجعت معناتها للبلاصه في النصبه نتاعي وهذيك جات تقضي من عندي فهمت يا اخي غزرت لها قلت لها على السلامه يا خديجه قالت لي كيفاش عرفت اسمي وانا وقتها كنت مشيت عندي قضيه مشيت نقضيها وقتها جاي في المارشي والعباد وكل شيء سمعتها قالت لها هذيك ومن بعد عقلت عليها اذا مساله عاديه هي كلها مساله حكايه ومساله انتباه هذوما السحاره كلهم عباد يعني عندهم تجربه تلقى يخدم 20 سنه قداش من واحد جاي وقداش 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 فهمت اذا هذاك مورد رزقه فهمت اذا هذوما معناتها ما دام هذوما موجودين فهمت يعني يضحكوا على العباد وانا معناتها جيني عادي واحد مسلم ولا واحد متدين مسيحي ولا حاجه يؤمن بالخرافات هذه لكن اللي معناتها نتعجب فيه واحد ملحد واحد ربوبي فما ياسر في اوروبا تجاره فهمت هذه التجاره هذه معناتها من التجاره معناتها اللي تمشي ما تنجمش تصورها بالك شنو التخلف هذا فهمت يعني تخلف بطريقه يعني غريبه ياسر اذا هذا ايش حبيت نقول لكم في الفيديو هذه راهو معناتها بصفه عامه نحيو عليكم الخرافات هذه وكان تحب حاجه مثلا توصل لها وصل لها بحسن اخلاقك بحسن اعمالك بتفكيرك ببرنامجك مش باش تمشي تعملي على سحار تلقى حتى القرايه ماهوش قاري ولا عنده حتى مستوى وانت تلقاك طبيب ولا تلقاك واحد وتمشي للسحار باش يعمل لك الحب ولا حكايه فارغه المهم نظن الفكره واضحه والعصفور نتاعي كالعاده وقت يسمعني نتكلم فهمت يولي هو يزقزق وهاو سكت توا ده المهم الفيديو القادم باش نعملوه على علم الفلك الفيديو القادم من بعد في الاخر الفيديو الاخراني باش نحاول نعمله على الحاجات اللي انا نشوفهم غير طبيعيه ولكن هما في الحقيقه طبيعيه وان الانسان مازال ما وصلش ليهم نظن الفكره واضحه ومع فيديو قادم وبالسلامه.